الأول في رصيدها سيارة، سيارة في ميدان المرموم، في ميدان المرموم كما ذكر كمبيوتر المرموم علي الجمري وأيضا ممري الوثبة سالم الحبسي، لابد أن أستعين به بهذا الشعار والشعارات الأخرى. الله حييها يا الجمري، حييها وحيوها يا إخواني يا معلقين ويا متابعين. السلامات إلى وين؟ إلى وين؟ إلى هال العين، إلى هال الطوية، طوة الميدان، طي الطايف. تهانينا لك يا قلب الأسد مظفر بن محمد بن حسن بن تيمة العامري على فوز الطايف وانتزاع ناموس الشوط الأول. يقدم هذا الاسم مع جباره محمد بن سهيل بن خيره العفاري، ولكن العوده من لهب 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 على الصداره، على المركز الاول، على الانطلاق الاول. الله 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 الله، لها نقطه في ميدان المرموم. هنا يتواصل محمد بن غانم ايضا بن حموده الظاهري وسلاله ايضا سلالة منور وانتاج الخاص ايضا مروي. مروي يا سلام يا ابن حمودة، تهانينا والناموس والسلام يا العاصمة ابو ظبي على هذا الفوز ومدينة العين. تهانينا تهانينا لمحمد بن غانم بن حمودة الظاهري على هذا الفوز، على هذا الانتصار. هذه لحظات الوصول. المركز الثاني وصلت مذهلة سالم بن مطر بن حاضر الكتبي، راح يعوض بن مظفر بن حمد. بن احمد بن دري الفلاحي، ولكن قدوم يا القمري هنا وصول يا سلام من يصل شاهين سلطان بن احمد بن الاصل الشامسي اول اذاعه له ما يبنى للطاري الا في الامتار الاخيره. نعود مع البدايه، نعود مع المقدمه، نعود مع الصداره يا سلام مع مقدمه الشوط. شاهين شاهين مع البدايه، شاهين مشاهدينا الكرام وشاهين اخر ايضا شاهين بالاصلي يتسلل، ولكن بن مشيط ما يسلم الامور. شاهين وشاهين صرع الابطال، صرع الاقوياء، لمن الفوز، لمن الانتصار، لمن الناموس. شاهين شاهين وشاهين، ولكن شاهين بن مشيط اسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. وهالي الباهيه بالفعل يستاهلون الفوز والناموس. المركز الثاني مشاهدين الكرام. كمن يصلنا هناك بانطلاقة مع المستحيل، مستحيل مع المركز الثاني ويغير لسالم بن راشد سعيد. الله يا سلام، الله الله يا كمبيوتر المرموم ايضا يصلنا بهذه الانطلاقة وبهذه المشاركة. مدلل يا سلام، خبرنا الجمري عنه يقول المرشح الاقوى بهذا الشوط، وبالفعل ترشيحك مخاب، ترشيحك مخاب. الله الله الله، تهاني للسيد محمد بن احمد بن مطر الخيلي وسلام لهالي رماح على فوز مدلل في المركز الاول. تهانينا والناموس. هذه لحظه وصوله الى خط النهايه المركز الثاني مستحيل للسيد سالم براش برقراقي المزروع المركز. وهي تنطلق تنطلق بالصدارة، كحيلة 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 على مقدمة هذا الشوط. تهانينا له لال بن يميل بن عبد الله السعيدي وسلام يا السلطنة، سلام وترشيح الجمري. يا سلام يا سلام يا سلام، كحيلة 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 تندفع بناموس هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني أرهني سراب خالد بن حمدان من غانم الفلاحي، ولكن كحيلة قفلت على مجريات هذا الشوط. تهانينا لهلال بن يميل بن عبد الله السعيدي على فوز كحيله بالمركز الاول. لحظات الوصول الى خط النهايه بدون اي منافس ولا منازع، تصل كحيله الى خط النهايه. المركز والسلامات هناك في هذا، في هذا الشوط. تبارك الله ما شاء الله. السلامات هنا اعزائي المشاهدين، سلام يا المملكه، سلام يا الاشقاء هنا على هذه العروضات الجميله والمميزه هنا. ها هي فتنه، فتنت فتنه، اسم على مسمى، اسم على مسمى مع الامتار الاخيره. تهانينا تهانينا من هذه اللحظات للسيد محمد بن سعيد بن علي بالجربوع المري هنا. تحضيرات جميله واداء مميز
مع الأمتار الأخيرة. سلام يا المملكة سلام، أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور. هناك لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية، تهانينا والناموس المركز الثاني، لحظات الوصول هناك من ثاني المراكز ودرة الخليج سعيد بن حمد بن علي. أول إذاعة البلاحج، أول إذاعة البلاحج، ولكن المقدمة المقدمة مع الوهيبي ومع العامري بن يزرب، بن يزرب والوهيبي في صراع مستمر، في صراع البقاء على الناموس. الناموس أين يذهب؟ الناموس مع الوهيبي يتقدم يتقدم ويروح في هذه اللحظات، يتجاوز الخطوط الحمراء، يندفع إلى المقدمة، اندفاعة أخيرة، اندفاعة الناموس، اندفاعة الزعفران. روح يا حمد يا بن محمد يا بن سالم يا الوهيبي، ولكن عاد بن يزرب مرة ثانية، عاد بن يزرب مرة ثانية، اللحظات الأخيرة، الهجمة الأخيرة، عيناوية عيناوية يا بن يزرب، يا سلام راح بن يزرب مع الناموس. نهني نهني سعيد بن صغير بن علي بن يزرب العامري على الفوز وعلى الناموس المركز الثاني. فاضل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يتسلل بهذا الانطلاق بالتحدي بالإثارة مشاهدينا الكرام. وهناك الرامي، الرامي لسعيد بن محمد بن سالم الوهيبي، من ينطلق بهذه اللحظات على ثاني المراكز. هنا التحديات، التحديات بين الفارس وبين الرامي، الفارس والرامي، الفارس والرامي، الرامي 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 صاحب السيارة على أرضية ميدان المرموم. ينطلق الرامي، ينطلق الرامي، شكرا يا الجمري على هذا الأداء. ها هي مشاهدينا الكرام لحظة وصوله، سلام 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 لمضيبي، سلام سلام برزمان على هذا الأداء المميز. المركز الثاني الفارس. الطاري الا مع 500 متر اخيره، ولكن هنا مشاهدينا الكرام مصيح ناصر بن خميس بن صبيح العويسي، يا سلام. ونعود مع البدايه، نعود مع المقدمه، من ومن 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 ومشاهدينا الكرام ومصيحه والشاهينيه، يا ترى الفوز، يا ترى الناموس، من ومن ومن وما زالت الاقرب، من ومشاهدينا الكرام ومصيحه في المركز الثاني، من ومن وما زالت الاقرب للفوز، الاقرب للناموس، الاقرب الانتصار. ام صيحه مشاهدينا الكرام، ام صيحه، او من الاقرب، ام صيحه تهدد ترفع رايه التهديد، من مشاهدينا الكرام. واسعد الله صباحك يا بندري، واسعد الله صباحكم اهالي زاخر. المركز الثاني ام صيحه ناصر بن خميس. على المقدمه على المركز الاول مع ال 500 متر الأخيرة، ولكن الظبي 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 تتسلل إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول. شعار ممثل أهالي السلطنة يتواجد في هذا الانطلاق بالتحدي والجميل هنا مع الظبي، الظبي والمايدية، المايدية والظبي، والصراع والتحدي، ولكن الظبي هي الأقرب للفوز، الأقرب للناموس. الظبي، ظبي الحمود بن سالم بن رغش لوهيبي على الصدارة، على المقدمة والمايدية، تحاول أحمد بقريب من سلطان بن رشيد، ولكن سلام سلام لمضيبي، سلام على هذا الأداء الجميل للمرة الثانية، سلام برزمان على هذا الأداء المميز. محمود بن سالم بن رغش الوهيبي المركز الثاني المهدي. بن خموش العامري وصل بثعلوب الدرعي، وصل بقوه، الله 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 الله. المختبر سعيد بن حمود بثعلوب الدرعي، الله الله الله، وصل ذيبه الخزع بسعيد بن سالمين المنصوري، هزاع بسعيد بن سالمين المنصوري، الله 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 الله. ولكن الخطوره بين الجعدان الثلاثه، المراكز الاولى لا زال مسيطر، لا زال مسيطر شهيد سالم بن مظفر بن خموش العامري، الله يا العملاق العناوي، سلام يا العين سلام، تهانينا والف مبروك الى السيد سالم بن مظفر بن خموشة العامري بفوز شهيد بالمركز الاول. المركز الثاني انتزع المركز الثاني، لا بق للسيد سالم بن علي الغيلاني. والمركز هل
اهل برزمان، اهل برزمان بدلوا في هذه اللحظات. الماهر الماهر الله، والنقطه الثالثه، النقطه الثالثه لاهل برزمان الى سلطنه عمان. يا سلام سلام المضيبي، سلام شاهين ايضا هناك في المحاوله الاخيره مع احمد بن الشيبه بن صالح المزروعي، ولكن الله يا الماهر، الله يا الماهر، الماهر الماهر في هذا الشوط، والنقطة الثالثة والهاتريك لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. سلام سلام، وممثل أهل السلطنة الدائم سلام وتحية واحترام لهذا الشعار ولمالك على هذا الفوز الماهر لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني شاهين. مثيب من يقدم لنا عزام على المركز الاول. الله الله الله، روحت في الامتار الاخيره في الكيل الاخير، لكن ارى هناك الدخول من نشبه حميد بن محمد بن حليس العفاري من يقدم لنا نشبه على المركز الثاني، ورا الدخول في هذه اللحظات من الشايبه هادي بن عبد الله بن سالم بن ركاب العامري. ولكن اعود الى مقدمه هذا الشوط، عزام بن محمد بن علي بن محمد بن ايضا من يقدم لنا عزامه. سلام سلام عليكم، سلام اهالي قطر، تحيه مني واحترام على فوز ايضا هنا عزامه محمد بن علي بن محمد بن مهيب. المركز الثاني رافع رايه الخطوره، رافع شعار التحدي اللي هي الشكلة عبد الله بن محمد الهاجري، تأتي على المركز الثاني، ولكن بن الشيبة بن الشيبة بدأ يخطف الأمور. يا سلام يا سلام، الله الله الله، يا هذه الانطلاقة، حفلة انطلقت، سيطرت حفلة على المركز الأول ووصل راعي الطائرة. يا سلام يا سلام يا سلام، في اللحظات الأخيرة مياسة عبد الله غصاب أو عبد الله بن غصاب راعي الطائرة العامري، لكن بن الشيبة حفلة حفلة حفلة، تهانينا والناموس. سلام منازف، سلام سلام منازف، سلام تهانينا والناموس لمالك حفلة صالح بن الشيبة بن صالح المزروع الثانية عبد الله بن غصاب راعي الطير العامري. والمركز الحلامي، والمركز الرابع سنهود ما يبنى للطاري خليفة بن سعيد بن مكتوم الجنيبي. أول نداء لهذه اللحظات، ولكن بسير بعود إلى جمران مع البداية، جمران على الصدارة، سيطر سيطرة تامة، ولكن هناك أرصد المركز الثاني. السلام يا بن حسوم قادم، أشعار بن حسوم قادم، ولكن خلاص وين السلام يا برعم صيحة؟ السلام سلام لهالي الدوحة، السلام وتحية تهانينا بالمركز الأول لصالح بن حمد بن مبارك بالمركز الأول، هذا الإنجاز لحظات الوصول إلى خط النهاية. أما المركز الثاني للسيد سلطان كد الثاني. مشاهدينا متابعينا الكريم، الباز مملوك متابعينا، العزام الى مالك الباز تركي بن سعيد بن تركي المري، ولكن ارى الغدوب، ارى الغدوب من قبل سيد سيد محمد بن مخيت الزعيري. يلا يا الزعيري، ولكن الباز لازال، الباز سيد، والباز الباز وسيد. يا سلام اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، ولكن الباز 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 وراسه ملطخ بالزعفران. يا سلام يا سلام، ما هو بغريبة عليه، له عوايد له إنجازات. سلام سلام الشحن، يا سلام تهانينا والناموس لمالك الباز سيد تركي بن سعيد بن تركي. المركز الثاني للسيد خلفان بن حضيري من المركز. اللي
الجمهور اللي غيرت الموازين اللي انطلقت في هذا الشوط. انطلقت يا سلام يا سلام يا سلام اللي هي سلهودة منصور بن علي الغفلي في المركز الأول يقود الصدارة، يقود البداية، يقود الانطلاق. الشاهينية وصلت، الشاهينية انطلقت، علي بن مبارك بن محمد الشامسي على المركز الثاني وثالث المراكز. هنا الدخول المتواصل في هذا الشوط بشاير سعيد بالصغير بن قنون الاكتبي، ولكن الصدارة وين؟ إلى أداء الجميل التحدي سلهودة منصور بن علي الغفلي. سلام يا اللبس سلام، تحية واحترام في ليل المعلى، هم اللي ينتظرون السلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت في هذا الانطلاق. هناك الشاهيني علي بن مبارك ومحمد الشامسي ثالث المراكز. لحظات الامتار الاخيره، هنا المركز الثاني القادم الصفوه سهيل بن حمد بن يطبع العامري بدا ينطلق بن يطبع الاربع مئة متر الاخيره. الله الله يا التحديات، هنا مع المركز الاول مع المقدمه والصداره انطلقت هنا على المركز الاول في هذه اللحظات من تقود المشاركين. حدث 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 على الصداره، الله يا حدث، تحسم الامور هنا على المركز الاول عبد الله بن علي بن قهيم المري. تسلم يمينك يا بن قهيم، سلام على هذا الاداء، سلام، تهانينا والناموس الى عبد الله بن علي بن قهيم المري على فوز حدث بالمركز الاول. المركز الثاني ذهب من نصيب، هنا تدخلت على المركز الثاني الظبي.